في الحان كتير قوي بنسمعها في الفتره اللي فاتت، ايه اكتر لحن شدك وقلت الله انا كنت نفسي اعمل زي اللحن ده؟ لا انا مش كان نفسي، انا اللي لحنتهم اغنيتين يعني، واحده الحماقي وبقول له الف حمد لله على السلامه من خلال البرنامج ايه اخباره بتاعكم. عايزين نطمن الناس طمنت طبعا عليه. انا الحقيقه ما عرفتش اكلمه شخصيا، بعت له اس ام اس لاني مش عارف توصل. مش عارف اوصل له، رحت المستشفى وطمنت عليه والحمد لله يعني هو اللي خرج من راحوا له المستشفى طمنوه. ولا لسه؟ لا خرج الحمد لله الحمد والف لله. حمد لله على السلامه عليك يا حماقي. الله يسلمك. عايزين نعرف ايه الاغنيه الاغنيه؟ التانيه ايه؟ لا اغنيه حماقي، هو بما ان حماقي احنا بنتكلم عن طبعا حماقي، دي كانت اغنيه حماقي. للشهره كمان، الاغاني اللي انا بعتز بيها جدا، ودي انا كتبتها ولحنتها لحماقي. احنا ممكن نسمع جزء منها؟ طبعا. الوشوش دي مش غريبه عن عينيك وعن عيني، ناس بريئه كان غرضها بلدها تتغير شويه، كل ده من غير مصالح كان ده كله بحسن نيه، حاسس ان اعرفهم كلهم، حاسس ان انا فيا منهم، ملامحهم روحهم دمهم دول مصريين، ما هو مش معقول ولا ذنبهم يخرجوا يندهوا على حلمهم، يتاخد منهم عمرهم داير دمين. انا سمعتها من الفترة اللي فاتت، كانت حلوة جدا ومؤثرة جدا. اللي عجبني كمان انها مختلفة، يعني لما انت بتغنيها مختلفة يعني الصوت برضو بيدي بعد طبعاً تاني للكلام يعني. طبعا حتى انا كنت عاملها على نفس اللحن انا اللي كنت اغنيها اساسا. فحمائي كان اول مره يكلمني وانا بعملها، كنا في استوديو او بعملها، فلما طلب مني اول مره اشتغل مع بعض، طبعا بحبه جدا وبعت له سلام، بيبعت لي السلام بس ما اشتغلناش. فقلت له انا عامل حاجه كده، لو عاجباك اوكي لايق عليك، بس لو في ايديت في اللحن العدل لان انا عاملها على صوتي مش عارف. قال لي لا انا عجباني كده وغناها. ده كنت عايز اسالك على النقطه دي، يعني مثلا في ملحنين كتير جدا بيبقوا اتجهوا دلوقتي للغنى، لما بيبقى مثلا شافوا يعني مثلا شافوا اغاني كويسه ليهم او مثلا مناسبه لصوتهم بيبقوا عايزينها لنفسهم هم. لو جالك حد من المطربين زي اللي حصل مع حماقي مثلا وانت كان عاجبك الاغنيه جدا، ممكن تديها له وتتنازل عليه؟ بصي انا صريح جدا وواقعي مع نفسي، انا ما قعدت اقول ما انا اغنيها جمهور حماقي طبعا اكبر بكتير، انا لسه ما عملتش حاجه. انا الفت حاجات كتير قوي وكان ليا الحان، بس الحمد لله رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، فاكيد انا مش هيبقى ليا قاعده زي حمائي خالص يعني، انا لسه ما عملتش البوم اساسا. فهمت؟ ايه رايك في الحته دي؟ طيب زائد ان انا عموما طالما محمد حمائي نجح فانا نجحت، اي حد طبعا كلماتك في الاخر اي حد بنجح معاه فخلاص انا تمام جدا، ما عنديش مشكله. لا وانت مش واضح انك مش مستعجل كمان يعني، لا مش مستعجل، هتاخدها هتاخدها خطوه طبعاً خطوه لغايه لما انت تحس انك خلاص جاهز فهتقوم نازل. طبعا لان اللي انا وصلت له الحمد لله رب العالمين مسؤوليه كبيره جدا، فبقيت خايف حتى ما بعمل اغنيه سواء كلام او فكره بعملها ببقى خايف مرعوب يعني، نفسي تبقى زي اللي قبلها او انجح يعني. حاسس ان في ناس استعجلت في الخطوه دي من سواء بقى ملحنين او مؤلفين اللي قرروا ان هم يغنوا؟ بص والله العظيم هو كل واحد بيبقى حاسبها، فانا مش عارف مش عايز اتدخل في حياته. لا انا بكلم من غير لا هو كل واحد ليه حساباته، يمكن اللي ربنا ما وفقوش في اول البوم فشايف ان تاني البوم ربنا وفقه او تالت البوم. الخطوات اللي انت عملتها خلاص بتاهلك دلوقتي ان انت تبقى تغني او تبقى مطرب في الفتره دي؟ انا اهم من ان انا اغني او اعمل اي حاجه، انا بستمتع جدا لما اعمل اغنيه ناجحه او مهمه او اي حد كده. اي النجاح بيبسط كل الناس يعني، عمري ما هبص يعني لو فلان انا دلوقتي بتقولي لو انا عايز اغني فانا هغني خلاص هعمل البومي، ليه رامي ولا فلان ولا مين بيشتغل في الالبوم بتاعه قال لي انا عايزك معايا، فبجد والله العظيم بفصل وبركز معاه جدا. ما طب يلا نسمع منك حاجه. انا عاجبني صوتك على فكره بجد. نسمعنا ايه؟ نسمع حاجه لعمرو دياب. حاجات كتير لعمرو دياب. ممكن ده اللي كان نفسي فيه، لو تيجي صدفة تجمعني بيه، فرصة عمر أضيعها ليه؟ مش معقول عيني قدام عيني ده أكتر من اللي نمت بيه، جه اليوم اللي أنا مستنيه عشان أقول وياه، الحياة هتحلى وأنا معاه، هو ده اللي أنا بتمنى، اللي عيني شايفة إحساس إنه أحلى وأغلى الناس، خلى قلبي يقول لي
خلاص اهدى بقى لقينا. من الاغاني اللي كسرت الدنيا جدا وكانت في الصيف ودايما الهضبة عمرو دياب طبعا بيعودنا ان هو كل صيف يبقى عنده ألبوم جامد وينزل بيه للناس كلها تبقى مستمتع بيه في فتره الصيف. طبعا خدت احسن اغنيه في افريقيا كمان. لا ليها حق طبعا. اللي انت كنت داخل انت كنت في كليه حقوق؟ تمام. كنت داخل محامي على فكره خلي بالك كمان. اه والله انت محامي انت بتشتغل ولا يعني بتشتغل في المحاماه يعني؟ يعني انت داخل كنت داخل حقوق؟ انا قصدي يعني انت اللي عايز تخش حقوق ولا كان عشان لا طبعا مجموعه؟ انا داخل اصلا ثانويه عامه اجباري كمان. اه والله. كنت عايز تدخل ايه؟ طيب كنت بحب الكوره جدا جدا وكان في مدرسه خمس سنين كنت عايز اخش مدارس كوره وكده. قبل الثانويه عامه بثلاث اسابيع فوجئت يعني اللي هو الاهالي دايما بيبقى عايزين ان احنا ناخد شهادات وبعد كده اعملوا الموهبه اللي انتوا عايزينها بالظبط كده فاجباري فالحمد لله وسبحان الله لولا الجامعه ما كنتش اكتشفت موهبتي. انا كنت وانا صغير بقعد اغني في حاجات المدرسه بس كورال يعني كورال وحاجات غريبه كده فمش ما تخيلتش اقول دخلت يعني فانت دخلت ثانويه عامه جت النتيجه زي ما جت فاضطريت تخش حقوق. يعني هو ما كانتش اختيار. لا خالص. شفت موهبتك في الكليه ازاي بقى؟ يعني ازاي فرقت معاك؟ انت قلت سبحان الله يعني لولا حقوق ما كنتش بالظبط يعني لا كان واحد صاحبي او اثنين صحابي بيسمع اول طبعا حاجه دورت عليها في الجامعه كورال شفتش المدرب ده فريق الجامعه المعروف كله كورال. فاكر اليوم ده انا قعدوا يتريقوا عليا جدا. ليه بقى؟ لان هو كورال مكان شرقي جدا 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 وانا فاكر نفسي اجمد واحد وطالع اغني له مع عمرو دياب قبل الوداع. فانا بقى انا فاكر مكان كلاسيكي زي ده لا بغنيها تحت في الجامعه واصحابي بقى منفعلين كلهم. ياما اتعزمت على الاغنيه دي بصراحه. ياما كنت بعمل الحاجات دي فطلعت بقى في الكورال فاكر نفسي انا احسن واحد يعني. فخلصت غنى قعدوا يضحكوا كده مش فاهمه تعمل ايه يا ابني. فالدكتور قال لي انت حساس وصوتك حلو والله بس احنا هنا مش كده. غنيت بطريقتهم بعد كده ولا استمريت في نفس بيقولوا كده بيقولوا يا شادي الالحان اسمع نارا نات العيدان يا لالالي يا لالالي اه يا لالالي يا لالالي اه يا لالالي. انا لقيت الموضوع والله انا بحب الغنى ده جدا اللي هو بتاع بقى والله ده حلو جدا ده انت ممكن تقعد تستمتع بيه. انا ده حبيته جدا بس انا فاهم انا فاكر التفاعل اللي بشوفه مع الطلبه تحت هو اطلع بقى امسك مايك واغني قدام كده الموضوع بقى لازم كتير وفرقه بس ده فادني كتير طبعا. فكملت بقى وابتديت يعني تاخد بقى السكه ورحت درست في نقابه المهن المفتيه في وسط الجامعه خلي بالك يعني سبت الجامعه سنه والله والله ورحت درست في نقابه المهن المفتيه وحبيت بقى بقول لك كنت حابب الموضوع يعني اصلا انت صوتك حلو او كده ده عادي جدا ما في ناس ياما بتغني مش دارسه انا حبي ان انا اعرف المقامات ويا لالي دي بتتقال منين ومش عارف. انت قررت ان انت تحترف بقى يعني انت كل ده دراسه وماشي في المشوار خطوه كل سنه في الجامعه كاني مثلا بعمل البوم اقعد اعمل ست اغاني سبع اغاني وابقى رايح والله رايح الجامعه السنه دي نفسي اقول لهم انا عملت حاجات جديده فيسمعوا ويحبوا الحاجات اللي بعد السنه اللي فاتت والدفعه اللي قبلهم في الجامعه ده احنا كان عندنا اغانينا بالظبط فده كان الموضوع واخدني فجاه بقى الحلم كبر وبدات اشوف شركات انتاج وبدات اتعرف على ناس كتير. انت لسه في الجامعه؟ لا انا لسه في الجامعه. انت لسه في الجامعه؟ هو الجامعه دي كانت اسمها على فكره. اما سبحان الله وفقت يعني توفقت وانت لسه في الجامعه ولا بعد ما اتخرجت اللي ابتديت لا كنت في الجامعه بقى دي كان احساس حلو ان انا سامع اغنيه بقى وانا في الجامعه. ما شاء الله. كانت ايه اول حاجه عملتها؟ كانت اجمل قصه حب حسام حبيب. حسام حبيب. طب نسمعها؟ ماشي كتير كتير ولا يعني هنقفل بيها بقى كمان اجمل قصه حب عايشها معاك في هواك احلى كلام القلب بيطلع وانا وياك في لقاك بسيب عيني تقول عنك كلام حاسه وشايف وانا فيك وتوه لما تقول كلمه بحب اسمعها انا بين ايديك تامر بجد نورتنا جدا ربنا يخليك. سؤال بس اخر حاجه عايز اقفل بيها حاطط لنفسك تارجت سنه معينه لازم يبقى عندك فيها البوم او مش قبل مثلا كذا ولا مستنيها فيها؟ لا خالص هو التوفيق عموما والنجاح بتاع ربنا وهو بيبقى مرتب لي انا بكتب بس جدا في شغلي وبحاول ان ابقى منتشر مع اصحابي الفنانين طبعا باعمال ناجحه تحافظ على اسمي وان شاء الله في اي وقت يعني
وقت ما الاقي الفكره جاهزه انا على طول هعمل كده. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك. وانا مبسوط ان انا معاكم النهارده وبجد برنامج حلو قوي 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 ومسمع جدا. الحمد لله. تامر حسين كان منورنا في عز الشباب. جود لك وان شاء الله هيبقى يعني ايا كان الالبوم. انا واثق انك هتعرف تعمل شغل كويس. بيبقى دايما مهم ان يكون اللي بيعمل الالبوم ده حد صوته حلو وعنده مؤهلات ان يعرف يعمل حاجات مفرقعه. في ملحنين كتير بيعملوا اغاني الحان حلوه قوي بس لما بيغني تبقى احسن في التلحين. عارف. فربنا بجد يوفقك ان شاء الله. انت عندك دي وعندك دي والله بجد. عدد ده شهاده خلاص. ربنا يخليك. ربنا يخليك. خلصت حلقتنا النهارده من عز الشباب. ان شاء الله بكره في نفس الميعاد حلقه جديده. استنوا.